فإذا أحسن الناس ويعني أثنوا عليك خيرا هذا لما يظنونه فيك، ويجب على الإنسان الذي يمدح أن يقول الحمد لله الذي يعني أظهر المليح وستر القبيح، أظهر المليح الحمد لله أن الخلق لا يطلعون على نوايانا، الناس لها ظواهرنا، أما لو كان الخلق يطلعون على تفاصيلنا لشقينا، شقينا شقاء يعني ما بعده شقاء. فبيقول الناس يمدحونك بما يظنونه فيك، طيب فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلم منها. إذا هم مدحوك لا تصدق، هم يمدحونك لما يرون من ظاهرك، أنت ذم نفسك لما تعلم من حقيقتها. مو الناس يقولوا عنك ولي تصير تصدق أنك أنت ولي، يقولوا عنك أنت إنسان يعني عالم تصدق أنه أنت عالم. هم قالوا عنك عالم لأن معلوماتهم بسيطة وأنت دارس يعني أكثر منهم بشوي، فيقولون عنك بأنك عالم، لكن أنت بتصدق أنه أنت عالم؟ والله أنت ما شاء الله فقيه، أنت فقيه. شو فقيه؟ أنت بتعرف شو يعني هاي، ما معنى هذه الكلمة؟ والله بكون بكايا مقلول، والله أكون كذابا لو ادعيت أني فقيه.